بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم ابنائي الطلاب، طلاب سكندري 1، مع حصه جديده من حصص مستر ساينس مع مستر شريف الهواري. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اخر درس من دروس الفيزيكس، نيوتن ثيرد لو. معلش اعذروني، في مشكله حصلت عندي في الجهاز، هتلاقوني انا بصور دلوقتي بطريقه مختلفه شويه، جهاز غير جهازي، هتلاقي الاسلوب شويه مختلف عن الاول. معلش انا بحاول بس اخلص لكم الدرس على قد ما اقدر، وبعد كده ان شاء الله هبتدي يعني المشكله تتحل عندي باذن الله، وانزل لكم بقيه دروس الكيمياء ان شاء الله. نيوتن ثيرد لو يا اولاد، اللي هو بيتكلم عن او بيسموه باسم لو اوف رياكشن، يعني اللي هو قوه او قانون رد الفعل. ليه بقى؟ لان هو بيقول ايه، بيقول لك when an object act another object by force، يعني لو في object اثر على object تاني بفورس، the second object react with an equal force، يعني الجسم التاني مش هيسكت، هيرد بايه يا اولاد؟ equal force طبعا on the first object، على الجسم الاول، فاهمين؟ يعني كنا يعني خناقه، يعني في جسم اثر على جسم بقوه، ذا سكند اوبجكت، الجسم الثاني هيأثر او هيعمل رياكشن وذ ان ايكوال فورس اون ذا فيرست اوبجكت، بقوه مساويه على الجسم الاول. ايه؟ لكن بتكون اوبوزيت ان دايركشن، يعني دايركشن اوبوزيت. وطبعا ليه صيغه ثانيه يا اولاد، يقول ان فور ايفري اكشن ذير از ا رياكشن ايكوال ان ماجنيتيود اند اوبوزيت ان دايركشن، يعني لكل فعل there is an reaction، يعني ليه رد فعل equal in magnitude and opposite in a direction. زي الراجل ده بيشد دلوقتي عن طريق السبرينج بالانس، ده بيشد الحق اللي هو من النص كده، من المنتصف هنا بيشد بميزان، والناحيه الثانيه الميزان مربوط في ايه؟ في حاجه. فعلى قد ما تكون قوه الشد من هنا اللي هي الرايت طبعا دايركشن اللي هي F1 شايفينها دي، على قد ما تكون F ايه يا اولاد؟ F2. طيب يا مستر، يعني لو هنا مثلا 10 نيوتن يبقى الناحيه دي 10 ايه؟ 10 نيوتن. طب في حاجه مهمه كمان، ايه هي؟ ان the law is related to the طبعا mutual forces between the different bodies. القانون ده يا ولاد ليه علاقه بالقوه اللي متاثر على جسمين. يعني ايه؟ بيقول لك if we consider the first force as an action، يعني لو هنفرض ان القوه الاولانيه اسمها الاكشن اللي هي قوه الفعل، second force بنسميها باسم ايه؟ reaction. مالهم بقى؟ بيكونوا equal in magnitude زي ما احنا قلنا، قد بعض في المقدار، لكن opposite in direction. قالوا عشان كده احنا عايزين نعمل mathematical relation او mathematical formula طبعا express this law، بتعبر عن القانون ده. الفورمولا دي بتقول ايه؟ بتقول ان F1 equal minus F2. يعني ايه يا مستر؟ هو في force بالماينس؟ لا، ما هو الماينس ده معناه عكس الاتجاه يا ولاد، اللي هو opposite direction. يعني انا عندي force 1 F1 وعندي F2 بتكون opposite ايه؟ opposite in direction. طيب نكمل. في بقى كم نوتس كده مهمين، بيقول لك action and reaction are طبعا بيكونوا مالهم؟ are paired، يعني بيكونوا متزوجين او متزامنين مع بعض. يعني originate and vanish together، يعني بيبداوا وينتهوا مع بعض. يعني مثلا القوتين يا شباب بيكونوا مع بعض، بيبتدوا، يعني انت مثلا بتشدوا حبل انتوا وزمايلكم، تمام؟ كل مجموعه بتشد الحبل من ناحيه، يبقى قوه الفعل ورد الفعل مالها؟ originated، يعني بتبدا وبتنتهي مع ايه؟ مع بعضها. الصاروخ اللي طالع، الروكت انتوا شايفينه في الصوره ده، وهو طالع في اكشن تحت ايه؟ الفورس دي الدايركشن بتاعها داونورد، وعندك الرياكشن اللي هو الانطلاق الصاروخ بيكون ايه؟ ابورد، لفين؟ لاعلى. يبقى هما الاثنين مالهم؟ بدأوا مع بعض وبينتهوا مع بعض. تخيل لو ما فيش الاكشن الصاروخ ده هيقع على طول، مش هيكمل، تمام كده؟ نمبر 2، although they are equal، على الرغم ان هما equal يا ولاد، اللي هما الاكشن فورس اند رياكشن، قوه الفعل ورد الفعل، بس مالهم بقى؟ طبعا it is not a must then action and reaction are at equilibrium since they are act on two different bodies. يعني ايه يا مستر الجمله اللي انت قريتها دي يا مستر؟ لا ركزوا معايا، مش هما ايكوال؟ هما ايكوال، لكن لو اثروا على جسمين مختلفين ما يعملوش equilibrium، يعني ما يعملوش اتزان. فاهمين قصدي؟ يعني مثلا انت بتزق انت وزميلك حجر، كل واحد بيزق من ناحيه، انت كده انتوا الاثنين كده عاملين اتزان، لو القوتين قد بعض في الماجنتيود وعكس بعض في الدايركشن، الحجر ده مش هيبان ان هو بيتحرك. طب لو كل واحد فيكم بيأثر على بادي مستقل، اكت اون ديفرنت باديز، اجسام مختلفه، لا ساعتها يا مستر، ساعتها بتكون مفيش اتزان. طبعا اكيد مفيش اتزان هنا للباديز دي، تمام كده؟ يبقى على الرغم although they are equal، طبعا it is not must that the action and the reaction are at equilibrium since، طبعا لو كانوا act on different bodies، يعني مش هيعملوا اتزان مع بعض لو كانوا بيأثروا على اجسام ايه يا اولاد؟ مختلفه. نمبر 3، action and reaction are of the same type، لازم يكونوا من نفس نوع الفورس يا اولاد. يعني ما ينفعش تكون واحده مثلا الاكشن فورس جرافيتيشنال
وطبعا الفورس الثانيه مثلا والرياكشن تكون مثلا فريكشن. لا طبعا، يعني مثلا المون والايرث في ما بينهم جرافيتيشنال فورس، تمام؟ الايرث عايز تجذب القمر ليها والقمر يعمل روتيشن اللي هي سنترفيوجال فورس عشان ما يقعش. يعني المهم ان القوتين من المولات اوف ذا سيم ايه اوف ذا سيم تايم. طب ايه الابلكيشنز في حياتنا ديبند اون نيوتنز ثيرد لو؟ اول حاجه لانشينج روكيت طبعا از بيسد اون نيوتن ثيرد لو، انطلاق الصاروخ، تمام كده. هيوج اماونت اوف بيرنينج جاسز راتش داون، يعني كميه كبيره من الغازات بتنزل لتحت، وطبعا الصاروخ عشان كده بيطلع لفين يا اولاد؟ راشينج طبعا ايه افورد. طب وين امان جامب فروم ابوت، يعني لو واحد بينط من مركب، احنا كلنا ساعات نيجي ننط من مركب كده نبص نلاقي ايه المركب بتتحرك لورا. اه طبعا يا مستر، لان في اف 1 فورس بتاعتي اللي هي الاكشن، والمركب بتعمل رياكشن فورس ايكوال ان ماجنتيود اند اوبزيت ان دايركشن. تمام، يلا نكمل. السولجر ده يا اولاد لما الرصاصه بتطلع طبعا من بيوليت طبعا از فايرد، لما الرصاصه بتطلع بتنطلق ايه اللي يحصل؟ ذا رايفل طبعا روكيت سوري ريكويل باكورد، يعني الرايفل ديت اللي هي البندقيه بترجع لفين يا اولاد؟ للخلف. عشان كده ما بيقول لك اسند دايما البندقيه على كتفك عشان الرياكشن بتاعها او اف 2 بتاعتها اللي هي رياكشن فورس. طبعا نفس الكلام هنا، بيرسون طبعا sitting on a moving chair pushes the wall، وبيزق الحيطه دي برجليه. The chair moves ايه طبعا backward، اكيد طبعا، برافو عليكم، انت بنعملها كتير. حتى كمان يا اولاد رواد الفضاء اللي في السبيس شيب سفينه الفضاء بيتحركوا كده اصلا، يزق السقف بايديه مثلا هو متعلق فوق ما فيش جرافيتي، يزق السقف بايديه ينزل لفين لتحت، يتحرك طبعا عن طريق ايه نيوتن ثيرد لو اللي هو الاكشن اند رياكشن. نمبر 5 when طبعا when blowing up a balloon and leaving it free، لما تنفخ بالونه وتسيبه يطير لوحده ايه اللي يحصل يا اولاد؟ طبعا the trapped air طبعا pushes out، يعني الهواء اللي بيخرج دوت بيندفع لتحت او لبره، so that the balloon move upward او move forward، طبعا البالونه تتحرك لفين يا اولاد؟ لقدام. كل دي examples في حياتنا، حتى اللعبه دي بتاعت البندليم دي، تمام؟ لو انت شديت واحده من الناحيه دي كوره من الناحيه دي تدي الانرجي بتاعتها لكل الكرات دي لحد ما اخر واحده تتحرك، تمام؟ بتتحرك ازاي بقى؟ with the same force but opposite in direction، يعني بنفس القوه لكن عكس الاتجاه الناحيه الثانيه، تمام كده. بكده خلصنا نيوتن ثيرد لو. نيوتن سهل سهل جدا، ما فيهوش اي مشكله. تعالوا نشوف كام سؤال كده من اسئله الكتاب ان شاء الله يا اولاد. بعد كده ان شاء الله في الترم الجاي هيكون الشرح طبعا بيصاحبه على طول حل اسئله، يعني هنخلص يونت او نخلص مثلا شابتر ونحل عليه اسئله على طول عشان طبعا ما نكررش نفس الوقت اللي احنا اتزنقنا فيه دلوقتي. طبعا رايت ساينتفك تيرم فور ايفري اكشن ذير از ا رياكشن ايكوال ان ماجنتيود، طبعا يا مستر ما تكملش خلاص، ده نيوتن ثيرد ايه لو. طبعا نفس الكلام لصيغه ثانيه، when an object act on another object by a force the second object طبعا react with an equal force، طبعا القصه دي عارفينها كلها، نيوتن ثيرد ايه لو. تعالوا نشوف التشوز. نيوتن's third law is known as law of، طبعا مش inertia خالص ولا universal gravitational او gravitation، لا طبعا reaction number B. طبعا معلش انا مش عارف اعلم بالقلم، ده جهاز تاني خالص غير الجهاز اللي كنت بشتغل عليه. number 2 نيوتن's third law of motion can be expressed mathematically as، القانون بتاعنا ايه يا اولاد؟ قلنا F1 number D F1 equal minus F2. number 3 if a force of 9 newton act on an object the reaction from the object equal a reaction يكون كام؟ عادي يا مستر معروف negative 9 number B. number 4 the idea of launching a rocket is based on the law of، اكيد طبعا reaction اللي احنا قلنا قانون رد ايه الفعل. when the action is doubled the reaction will، طبعا اكيد لما reaction force is doubled اكيد the reaction force the reaction is ايه number C be doubled also، C الإجابة. number 6 A characteristics of action and reaction طبعا is that they are من صفات الاكشن فورس والرياكشن فورس يعني اللي هم بيكونوا ايه، هل of the same type ولا in the same direction، لا طبعا in the same direction زي مثلا، ولا طبعا perpendicular to each other، لا طبعا، ولا acting on the same body، مش شرط طبعا، اكيد ايه of the same type. When blowing up a balloon and leaving it free the balloon moves، طبعا البالونه تتحرك ازاي يا ولاد؟ اكيد هل in the direction of air rush يعني نفس اتجاه الهواء اللي خارج؟ لا طبعا يا مستر. in the direction of right in the direction of left ولا in the opposite direction، برافو عليكم in the opposite ايه. كده يا ولاد نكون خلصنا الليسون بتاعنا، يا رب نكون فهمناه وخلصنا المنهج بالكامل. سامحوني معلش الجزء التاخير ده، اعذروني على اي تقصير انا عملته، لكن ان شاء الله باذن الله تكونوا من الاوائل وتجيبوا درجات كويسه في الفيزيكس والكيمستري. ومعادنا الترم الجاي ان شاء الله
وأوعدكم بطريقة شغل مختلفة أفضل من كده بكتير إن شاء الله في حل الأسئلة. التوفيق ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.